والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أتقدم بالشكر للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برئاسة أخي معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس على الجهود التي يبذلها حفظه الله وتبذلها الرئاسة في ما يتعلق بالأمن الفكري وأيضا الدروس العلمية المنظمة في الحرمين، وأيضا الشكر لوكالة الشؤون الفكرية والثقافية الممثلة بالإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال، وكذلك أيضا وكالة الشؤون التوجيهية والإرشاد الممثلة بالإدارة العامة للتوجيه والإرشاد. الشكر لهم جميعا على ما يبذلونه من جهود مباركة. سنتكلم أيها الإخوة اليوم، وهي المنطلق لهذا الموضوع، وهو موضوع مهم يتعلق بالوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسوف نذكر لكم المعنى في هذه الآية وما بينه الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى تدل على وسطية هذه الأمة، كذلك أيضا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام من وسطية هذه الأمة. الله سبحانه وتعالى خاطب أهل الكتاب وقد غلوا في دينهم، أهل الكتاب غلوا في دينهم وهم اليهود والنصارى. الله سبحانه وتعالى خاطبهم قال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذه نصوص فيها التحذير لأهل الكتاب من الغلو والتطرف والعنف، ولذلك جاءت الآية الأخرى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والآية الأخرى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا. وبين أيضا ما يتعلق بأمر الضلال فقال: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ولذلك جاءت الآيات والأحاديث تحذر أيضا هذه الأمة من الغلو وعدم مشابهة أولئك الذين غلوا في دينهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأمته: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون ثلاثا. والمتنطع كما ذكر الإمام النووي هو المتعمق في الشيء المغالي فيه والمجاوز حد الشرع فيه. أيضا من الأدلة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذه جميعها تدل على أن دين الإسلام هو دين وسط، وهو ما جاءت به الأحاديث الدالة على ذلك، وسوف نقف على بعض هذه الأحاديث التي تدل على وسطية الأمة والتحذير من الغلو ومن التفريط. الغلو هو التكفير والتفريط هو ما يتعلق بالإلحاد، ولذلك الآن كلاهما طرفي نقيض وكلاهما أعداء لهذا الدين، أولئك الذين يكفرون أهل الإسلام وأولئك الذين يلحدون في أسماء الله وآياته ويبثون الإلحاد على الناس. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر وصف جميل يبين هذا المعنى، وهو ما يتعلق بوسطية أهل الإسلام. يقول أن أهل الإسلام أمرهم الله سبحانه وتعالى بالمعروف والنهي عن المنكر، وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. ويبين يقول: لم يحرم على هذه الأمة شيء من الطيبات كما حرمها على اليهود. اليهود حرم عليهم بعض الطيبات،
وأيضا لم يحل لهم شيئا من الخبائث كما استحلتها النصارى. النصارى تستحل الخبائث، وقال ولم يضيق عليهم باب الطهارة والنجاسة كما ضيق على اليهود، ولم يرفع عنهم طهارة الحدث والخبث كما رفعته النصارى. فالنصارى لا يوجبون الطهارة من الجنابة، النصارى لا يوجبون الطهارة من الجنابة، ولا الوضوء للصلاة، ولا اجتناب النجاسة في الصلاة، بل يعد بأن من المزايا لعبادهم أنهم لا يقربون الماء، فيقولون لهذا العابد والكاهن الذي يرون أنه قد وصل منزلة عالية، يقولون عنه له 40 سنة ما مس الماء. وهذا لا شك أنه من تفريطهم فيما يتعلق بأمر النظافة، ولهذا تركوا الختان. الختان غير موجود عند النصارى، مع أنه شرع إبراهيم. الختان شرع إبراهيم وهو شرع الأنبياء من بعده، ومع ذلك تركوا الختان. واليهود إذا حاضت المرأة عندهم لا يواكلونها ولا يشاربونها ولا يقعدون معها في بيت واحد، والنصارى لا يحرمون وطأ الحائض. واليهود أيضا شددوا في أمر النجاسة، فهم لا يرون إزالة النجاسة بالماء أو غيره، بل إذا أصاب ثوب أحدهم أصابته النجاسة قرضه، أي قصه، يقصونها بالمقراض. أما النصارى ليس عندهم شيء نجس، ليس عندهم شيء نجس يحرم أكله، فيأكلون كل شيء، أو أيضا شيء يأكلونه وتحرم الصلاة معه. أما بالنسبة للمسلمين فهم وسط في الشريعة، فلم يجحدوا شرع الله سبحانه وتعالى كما فعلت اليهود، ولا غيروا شيئا من شرع الله تعالى كما ابتدعته النصارى. أيضا في ديننا لا غلو في الأنبياء ولا في الصالحين، ولكن الغلو عند النصارى في الأنبياء هو الأصل عندهم. ولذلك أله عيسى عليه السلام، وأيضا لم يجعلوا الخالق، وهم أهل السنة وهم أهل الإسلام، لم يجعلوا الخالق سبحانه متصفا بخصائص المخلوق ونقائصه، ولا المخلوق أيضا متصف بخصائص الخالق كما قالت النصارى. وأيضا لم يستكبروا عن عبادة الله كما تفعل اليهود، ولم يشركوا بعبادة الله كما فعلت النصارى. كل هذه المعاني تدل على أن الإسلام دين وسط، وهذا ما ذكرناه سابقا هو مختصر لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بوسطية هذه الأمة وما حصل من اليهود من الغلو، وأيضا النصارى من التفريط. أهل السنة والجماعة في المسلمين، أهل السنة والجماعة، إذا قلنا أهل السنة والجماعة هم كأهل الإسلام في الملل الأخرى والديانات الأخرى، فأهل السنة والجماعة وسط بين تلك الفرق المنحرفة، فهم فيما يتعلق بالعقيدة يصفون الله بما وصف به نفسه ووصف به أيضا رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تعطيل ولا تمثيل، إثباتا بلا تمثيل ولا تنزيه ولا تعطيل، كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأيضا كما في قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالصمد هو السيد المستوجب لجميع صفات الكمال سبحانه وتعالى، والأحد الذي ليس له كفء ولا مثل. أيضا أهل السنة والجماعة هم وسط أيضا فيما يتعلق بأفعال الله عز وجل، فهم ما بين المعتزلة الذين يكذبون
بالقدر وما بين الجبرية النافين لحكم الله ولرحمته وعدله. أيضا في باب الوعد والوعيد أهل السنة هم وسط في ذلك، يقولون أيضا هم وسط ما بين أولئك الذين يقولون بتخليد عصاة المسلمين في النار، وأيضا بين المرجئة الذين يجحدون بعض الوعيد وما فضل الله به بعض الأبرار. فالأهل السنة والجماعة يقولون بأن المرء يحاسب على أعماله ثم يطهر من تلك الذنوب ثم بعد ذلك يدخل الجنة. أيضا أهل السنة والجماعة هم وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغالي في بعضهم الذي يقول بإلهيته أو نبوته أو عصمته، والجافي فيهم الذي يكفر بعضهم أو يفسقه، وأهل السنة هم خيار هذه الأمة. ما هي الأدلة على الوسطية؟ نذكر بعض الأدلة من الكتاب ومن السنة. أول آية نقرأها ونكررها دائما في اليوم والليلة هي تدل على وسطية أهل الإسلام في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ووجه دلالة الآية أنه سبحانه وصف الصراط المستقيم بأنه غير صراط المغضوب عليهم وهم اليهود أهل الغلو في الدين، وغير صراط النصارى وهم أهل الغلو في الرهبانية والتعبد حتى خرجوا عن حدود الشرع. ولذلك خاطبهم الله سبحانه وتعالى فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ثم قال لهم: فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه. يخاطبهم بالتوحيد، يأمرهم الله بتوحيده سبحانه فيقول: انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه، أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. فإذا كان الصراط المستقيم هو صراط أهل الحق وهم أهل الإسلام، وهو غير صراط أهل اليهود والنصارى الذين غلوا في الدين. أيضا قال الله تعالى في كتابه، قال: كان الناس أمة واحدة، أي على التوحيد، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. متى؟ بعد أن ظهر الشرك في الأمة وفي الناس، بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب من أجل أن يحاجوا الناس بهذا الكتاب، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ثم قال سبحانه: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أيضا الله سبحانه وتعالى قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيضا قال الله تعالى: كنتم خير أمة، هذا يدل على وسطية أهل الإسلام. قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وأيضا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الآية، يقول: يجاء بنوح يوم القيامة، نوح النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى به يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ يقال لنوح: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فيسأل الله سبحانه وتعالى أمته، وهو أعلم سبحانه،
قال هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير، يكذبون ويجحدون حتى مع الله سبحانه وتعالى، فيقولون ما جاءنا من نذير. فيقول الله لنبيه وهو أعلم سبحانه لنوح: من شهودك؟ من يشهد معك بأنك بلغت الرسالة؟ فيقول: محمد وأمته. ثم يقال: فيجاء بكم، أي يجاء بهذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يجاء بهم فيشهدون، يشهدون لنوح بأنه بلغ الرسالة. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أيضا الله سبحانه وتعالى أيضا بيّن عدل هذه الأمة، قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وأيضا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، انظروا ماذا أمرنا الله، قال: اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيضا نهانا الله سبحانه وتعالى هذه الأمة، نهى هذه الأمة عن الغلو في الدعاء، والله سبحانه وتعالى قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وتعلمون أن الدعاء هو العبادة، والأمر هنا بابتغاء السبيل بين ذلك يعني أن يكون الدعاء تضرعا لله سبحانه وتعالى دون الجهر وفوق السر، دون الجهر أي لا يرفع صوته بالدعاء ولا أيضا يسر به إصرارا لا يسمع، وإنما يكون وسطا بين ذلك. أما ما يدل على وسطية هذه الأمة في السنة، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل، يقول: كنا جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقام عليه الصلاة والسلام فخط خطا، يقول: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا الخط هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم قال عن هذه الخطوط: هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ماذا يعني هذا؟ أن الخط المستقيم وهو الخط وهو الصراط المستقيم وهو ما جاءت به الأدلة من الكتاب والسنة، هذا هو الخط المستقيم. أما الخطوط عن اليمين وعن الشمال فهي البدع وأيضا الملل والأحزاب المنحرفة، كل حزب عنده أو في خطه شيطان يدعو إلى حزبه وإلى غوايته. أيضا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولا شك أن محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق هي الوسط بين الطرفين، بين الغلو وبين الجفاء. في حادثة حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنس بن مالك: جاء ثلاثة رهط، ثلاثة رجال جاءوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أزواج النبي، يسألونهن عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. فسألوا زوجات النبي لأنهم هن أعلم بحال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته،
فكانوا يتوقعون أن النبي عليه الصلاة والسلام يصوم ولا يفطر، وأنه يقوم الليل كله. فلما أخبرنا الرجال الثلاثة عن حال النبي عليه الصلاة والسلام وعن هديه في بيته، كأن هؤلاء الثلاثة تقالوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا حتى يبرروا لأنفسهم ما هم فيه من غلو، قالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، يعني يقوم كل الليل. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بحائلهم، فجاء إليهم عليه الصلاة والسلام فقالوا: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. انظروا إلى حال هؤلاء الثلاثة، أرادوا التعبد، أرادوا الزيادة في العبادة، أرادوا أن يكثروا من هذه العبادة، ولكن ما حصل منهم هو غلو. ولذلك بيّن لهم النبي عليه الصلاة والسلام الهدي الصحيح في العبادة، فقال لهم: إني أصوم وأفطر وأيضا أن أصلي وأرقد، وقال لهم: إني أتزوج النساء عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. أيضا ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أيضا: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وذكرنا أن المتنطعون هم الذين تعمقوا وغلوا وجاوزوا الحدود في أقوالهم وفي أفعالهم. أيضا جاء أيضا حديث عنه عليه الصلاة والسلام، وهو من الأحاديث أيضا المهمة التي يحتاجها المسلم لكي يستطيع أن يميز ما بين الفرق وما بين أيضا الأحزاب. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه، جاءت هذه الغنائم، فقام النبي عليه الصلاة والسلام بتقسيمها، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذو الخويصرة التميمي، جاء ذو الخويصرة التميمي وهو رجل من بني تميم، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يقوم بقسمة هذه الغنائم، فقال: اعدل يا محمد. يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعدل في قسمته، قال: اعدل يا محمد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ويلك ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ائذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعه فإن له أصحاب. انظروا إلى الوصف الذي وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل، ووصف أيضا أصحابه من بعده، فقال عليه الصلاة والسلام: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. انظروا صلاة الصحابة وهم خير البشر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إذا رأوا هؤلاء يحقر أحد الصحابة صلاته مع صلاة هؤلاء أصحاب هذا الرجل، قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يعني أنهم كثير الصيام والتعبد لله سبحانه وتعالى. ثم قال: يقرؤون القرآن. إذن هم يكثرون من قراءة القرآن، لكن ماذا بيّن عليه الصلاة والسلام في حالهم إذا قرأوا القرآن؟ قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم،
أي أنهم لا يعوه ولا يفهموه، يتكلمون ويذكرون ويقولون ويتلون القرآن لكنه بألسنتهم، ولكنهم لا فقه عندهم بحيث يستطيعون أن يعرفوا معاني هذه الآيات والأحكام المتعلقة بها. قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ماذا بعد ذلك؟ قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. مروقهم من الدين هذا يدل على أنهم قد تجاوزوا الحد فيما يتعلق بالاقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أيضا يصف النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء، يقول ينظر إلى نظيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قدادة فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر أيضا ما يتعلق بقتلهم لأهل الإسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهم أول ما بدأوا بالقتل بدأوا بقتل الصحابة رضي الله عنهم. ثم بين عليه الصلاة والسلام وصف هؤلاء الجماعة بأن الصحابة سوف يقاتلونهم، وأنه فيهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تتدردر مثل اللحمة التي تتدلل من الشخص، ويخرجون على حين فرقة من الناس. فوصف النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الجماعة سوف يكون فيهم وصف شخص منهم بهذه الأوصاف. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم أي الخوارج وأنا معه. يقول فأمر بذلك الرجل، أخذ يبحث عن ذلك الرجل الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، يلتمس هذا الرجل هل فيهم هذا الرجل، فإذا عرفه فإن هذه الجماعة هي التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول فأتي به حتى نظرت عليه فرأيت نعت النبي عليه الصلاة والسلام، أي وصف النبي لهذا الرجل، فرآه كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذه الفرقة هي الخوارج التي قتلت عثمان رضي الله عنه وولبوا عليه. وبداية قتلهم لعثمان رضي الله عنه وهو المبشر بالجنة إنما انتقدوه في أمور الدنيا، وهكذا ما حصل في زماننا في بعض الدول الذين انتقدوا من ترأس عليهم على أمور دنيا ثم خرجوا عليهم، فلما خرجوا عليهم حصلت الفتنة، حصل القتل وحصل استباحة الدماء وحصل أيضا انتهاك الأعراض وأيضا اختلال الأمن، بل إن بعض الدول من خرجوا على حكامهم نرى ما حصل في حالهم من تشريد، وتمنوا لو أنهم لم يخرجوا على حكامهم، كل ذلك بسبب تلك الجماعات الضالة التي خرجت على حكامها. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصفهم لما جاءوا وخرجوا على عثمان رضي الله عنه وخرجوا على علي رضي الله عنه فقتلوا عثمان. من الذي قتل عثمان؟ الذي قتله من المسلمين، وقتلوه لماذا؟ أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، كانوا يحملون هذه الراية. لماذا قتلوه؟ قالوا لأنه قرب أقاربه وولاهم الولايات على كثير من الأمصار، فخرجوا عليه لهذا السبب رضي الله عنه، حتى حاصروه وأمروه بأن يخلعوا عنه الخلافة ودخلوا عليه في بيته. بل إن هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية تقربوا إلى الله بقتل عثمان وهو الصحابي الجليل المبشر بالجنة.
قتلوه وهم يتقربون إلى الله بقتله. انظروا إلى هذه السكرة التي وصلت إلى هذه الحال، إلى مثل هذه الجماعات. لذلك أيها الإخوة، ديننا وسط وديننا يسر، ولذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وأيضا أيها الإخوة، جاءت القواعد الشرعية منطلقة من هذا الحديث. عندما تسمع بالقواعد الشرعية، عندما تسمع بقاعدة المشقة تجلب التيسير، أيضا الضرورة تبيح المحظورات، أيضا الرضا بأهون الضررين لدفع أعلاهما إذا لم يكن من أحدهما بد. فهذه القواعد جاءت من قوله، من قول النبي عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وأختم هذا اللقاء بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. خرج النبي عليه الصلاة والسلام في حجته، ثم كان معه ابن عباس رضي الله عنهما، وهو منطلق إلى رمي الجمرات عليه الصلاة والسلام، قال لابن عباس: القط لي حصى من أجل أن يرمي به عليه الصلاة والسلام، قات هات القط لي. فما كان ابن عباس إلا أن لقط للنبي عليه الصلاة والسلام حصيات هن حصى الخذف، أي صغيرة. يقول: فلما وضعتهن في يد النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: بأمثال هؤلاء ارموا. طيب، حصى ويرمى به، لكن أراد النبي بعد ذلك أن يوصل لأمته أمرا مهما يقيس عليه هذا الحصى الذي التقطه ابن عباس، فأراد أن يبين لهم وصفا مهما يجب أن يتنبهوا عليه. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: بأمثال هؤلاء ارموا. قال: وإياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الله أكبر. انظروا، هذا الوصف من حصيات صغيرات بين لصحابته وبين لأمته أمرا عظيما. فبعض الناس أيضا ربما يأخذ الحصى الكبير ويريد أن يرمي به، يظن أنه يرمي الشيطان ويريد أن يصيب الشيطان، وبعضهم يأخذ حصى لا يستطيع ولا يصل إلى ما يريد أن يرميه. فلذلك قال الأمة وسطا، وقال: إياكم والغلو في الدين، في هذا المكان، يعني لا تغلوا في الدين، لا تتجاوزوا الحد عليكم، واقتصروا على ما جاء به الكتاب والسنة، لا تجتهدوا من عندكم، لا تحدثوا في الدين أي أمر، ولا تجتهدوا في أي عبادة إلا والدليل معكم، لا تغلوا في الدين، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ولذلك هلك الخوارج عندما غلوا في الدين، فكانوا يحتقرون الصحابة في عبادتهم، كانوا خرجوا على الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يحتقرون الصحابة أيضا في عباداتهم. ولذلك علينا أيها الإخوة أن نكون وسط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال: فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.